حلمة وعدكم مع إيت رايت مع ناتالي ياغي اليوم. صباح الخير نات. صباح الخير سيف. كيفك اليوم؟ سبا مش الحال. أنا أنت كيفك؟ أنا مني كتير منيحة نص نص. سلامتك سلامتك. اليوم ستيفاني موضوعنا عن المطبخ الإسباني. مثل كل نهار جمعة رح نعمل جلوب تروتر، رح نروح على بلد ونشوف شو هي الفوائد الغذائية بكل مطبخ. اليوم رح أحكي عن المطبخ الإسباني، ولكن قبل ما نبلش هالفقرة ستيفاني بدي أطلق المسابقة، لأنه كمان كل نهار جمعة راح يكون في مسابقة على صفحة الفيسبوك بيج of MTV Live بإيت رايت. والسؤال هو اللقطين، امبارح حكينا عن اللقطين، اللقطين قدي بداين بالمطبخ عنا، أكيد برات البراد، شهر أو شهرين، دونك هيدي أول احتمال، أو 3 لـ 6 شهور، هيدا الثاني احتمال. سو لكل اللي بيهمهم أنه يشاركوا بالمسابقة أكيد لازم يدخلوا على صفحة الفيسبوك بيج of MTV Live يحطوا جوابهم. من بعد ما نشتري؟ أكيد أكيد من بعد ما نشتري. أكيد من قبل ما نقصه؟ ما لازم يكون مقصوص، أنا قلت بالمطبخ مش بالبراد، يعني أوكي. بعده كامل. عم بسألك أسئلة عم بتساعد المشاهدين. إيه لا أكيد البامكن أو اللقطين بس تكون بعدها ما نقصت. سو أول احتمال هو شهر أو شهرين، وتاني احتمال هو 3 لـ 6 شهور. أكيد بدنا نحط جوابنا الإيميل أدرس وما ننسى. أصلاً امبارح عطينا الجواب، إذا المشاهدين حضروا حلقة امبارح مزبوط صح رح ياخذوا. عطينا هنت لأنه حكينا عن حكيت امبارح عن اللقطين. أكيد الجايزة هي بون من نيتشر ات هوم، اللي هن أورجانيك ديستريبيوتر أونلاين ديستريبيوتر أوف فيجيتابلز. سو بتأمل إنه تكونوا كتار تشاركوا بهالمسابقة. لكن تنرجع لموضوعنا اللي هي المطبخ، اللي هو مطبخ الإسباني. المطبخ الإسباني هو مطبخ كتير غني، والميزة تبعيته هو أنه مطبخ تيبيكلي ميديترينيان. نحن بنعرف قدي دراسات فرجت أنه هل مطبخ هيدا مطبخ الأكل الميديترانية أو كل البلدان اللي حوالي البحر المتوسط عندهم تغذية كتير صحية، لأنه بتحتوي على خضرة كتيرة وعلى أكيد منتجات غذائية غنية بالفيتامينات والمواد المضادة للتأكسد. الإسبان عادة هن اللي من بالقرن ال 14 وال 15 هن وقت اللي سافروا جابوا معهم من امريكا كثير خضره وكثير فواكه ودخلوهم على اوروبا. سو المطبخ الاسباني غني كثير بالخضره، مثل الفليفلي، مثل الكوسه، مثل كتير أنواع من الباذنجان. بيحتوي كمان على البطاطا، البطاطا إجت الإسبان جيبوها هيك بيقولوا من 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 أمريكا. دونك هيدا المطبخ كتير غني بهالمنتجات الغذائية. من أهم الأطباق اللي موجودة بإسبانيا هي الأومليت إسبانيول. الأومليت إسبانيول هي طبق بحد ذاته متوازن، يعني نحن مش بحاجة إنه نضيف له شيء كرمال تيكون طبق متوازن. أنا وقت اللي أقول طبق متوازن يعني بيحتوي على فئات غذائية مختلفة بتكفينا كرمال تنقدر نداين ساعتين أو ثلاثة. بيحتوي أكيد على البيض مع إنه أومليت، بيحتوي على البطاطا، بيحتوي على بعض أنواع من الخضرة مثل الكوسة، وكمان ممكن بعض الأحيان ينحط فيه أنواع من اللحوم إن كان لحوم مدخنة. سو هيدا طبق بيحتوي على 3 فئات غذائية على القليلة. سو بداين الشخص اللي عم بيتناول هالطبق هيدا بداين يمكن لحديت وقت الغداء. أوكي. سو هيدا أول بلا ما ياخد كولاسيون. بدون ما ياخد اكيد كولاسيون. هلا اكيد اكيد النقطه المهمه بالمطبخ الاسباني ستيفاني هو انه بكل منطقه عندها تقاليدها وعندها ماكولاتها المخصصه فيها. اكيد مثلا الاومليت اسبانيول اذا اخذتيها بمنطقه ما راح تكون يمكن نفسها بمنطقه ثانيه، مثل كل الاطباق عاده بيختلفوا من كل منطقه للثانيه. شغله اكيد اللبنانيه بيعرفوها هي التاباس. التاباس التاباس هي نوع من مقبلات عادة ستارترز، ممكن أنه يكونوا هن الطبق الأساسي مثل ما نحن عندنا الميزة. الإسبان عندهم أكيد التاباس، وما ننسى أنه الإسبان عندهم كمان
بالكالتشر تبعيتهم عندهم كثير تراث من المأكولات العربية، لأنه ما ننسى أنه في بلدين عربية كثير قريبة من إسبانيا. هالأنواع من التاباس عادة بيحتوى على السمك، بيحتوى على الحر والفليفلة. أكيد الزيتون هو من أهم عناصر المطبخ الإسباني. يامي. زيت الزيتون، وكمان بسبين عندهم الأكسترا فيرجن أوليف أويل اللي نحن كمان عناية، وأكيد نحن بنعرف شو أهميته لصحتنا وشو أهميته أكيد بالمطبخ تبعنا. أكيد هول التاباس بيتاخدوا كمقبلات. هلأ بدنا ننتبه في بعض أنواع من التاباس فيهم كتير دهون، مثل اللحوم المدخنة أو الساسجز، وكمان ممكن أنه يكون بعض منهم مقلي. هلأ فينا نختار من هالأنواع من المقبلات، في كتير مثل ما كنت عم بقول منتجات فليفلي، منتجات بس يمكن يكون فيه نسبة ملح شوي زيادة. بنتقل هلأ لأنواع البهارات اللي أكتر شيء تستعمل بها البلد هيدا. نحن ما ننسى أنه الميزات المطبخ هي بالبهارات تبعيتها وبالمقبلات، والبهارات مثل ما دايماً بقول البهارات هي مهمة جداً والمقبلات مهمة جداً، لأنه بتحتوي على مواد مضادة للتأكسد كتير ضرورية لصحتنا. منهم أكيد الكمون. نحن بنعرف أكيد أنه على الوعد يا كمون. نحن بنعرف أنه الإسبان ستيفاني كمان مؤثرين بالثقافة العربية بالبرس، ومن هالثقافة هاي أخذوا القرفة، أخذوا الكمون، أخذوا الصفران. والقرفة نعرف شو مهمة كمطيب، تنحطه بالشاي، تنحطه بالأكل. صراحة مطيب هو صح يعني، بعدين في شغلة بيعطي نكهة حلوة يعني، صح. بيعلي المأكولات الحلوة. القرفة فينا نحطه بالأطباق المالحة، ومثل ما فينا نحطه كمان بالحلويات. سو القرفة مهمة. أنا ما بحبه بالأطباق المالحة. أنا بعرف بتحبيه مع الشاي، صح؟ ايه بحبه مع الشاي كتير. Exactly. أنا حتى مع القهوة إذا حتى حليب بحط قرفة الصبح. أوكي. أول ما بدي أشرب بتساعد. في أشخاص بيقولوا إنه هيدا ممكن يساعد لترويح الغازات، ما بعرف هيدا بدنا نشوف شو قصتها. بنعرف كمان علمتونا إنه منيح للكوليسترول. منيح مش بس للكوليسترول، لمكافحة السكري. هلأ الدراسات فرجت إنه القرفة بكمية معينة، أكيد بكمية لازم تندرس، ممكن إنه يخفف من شيء منسميه نحنا جلوكوز انتوليرنس، اللي هو إذا فينا نقول قبل السكري. هلأ الكمية قديش هي؟ تقريبا حوالي الملعقة يوميا. بدنا ننتبه أنه ما ناخد المكملات قبل ما نستشير حدا، لأنه ممكن هالمكملات الغذائية اللي مصنوعة من القرفة تكون الدوز تبعيتها كتير عالية، بدل ما تفيدنا تصير أكيد تضرنا. سو هيدي للبهارات والمطيبات اللي تستعمل بالمطبخ الإسباني. بنتقل هلا ستيفاني، لا انا رح هيك اعمل جوله على المناطق والمناطق باسبانيا واخذ تيبيكال فودز. مثلا بما انه هلا ترويقه، في بعض ناس يمكن ما تروقوا وبتامل انه يتروقوا بالاندلس، باندلوسي التيبيكال بريكفاست عندهم او الفطور التيبيك هو شقفه خبزه بيحطوا عليها، ما اذا فينا نشوف صورتها، اسمها سوبا دي أخو. هالنوع من الخبزة اللي عادة بتكون بتقرقش من برا، بيحطوا عليها بندورة. البندورة هي من الخضرة المهمة جدا، بيحطوا عليها زيت زيتون وبيتناولوها كأكيد فطور الصبح. نوع تاني من الأطباق اللي كمان غني كتير بالألياف اللي هو كوسيدو دي مادريلينو، إذا عم بلفظها مظبوط. هو طبق تيبيك. شو هيدا مغربية؟ هو منه مغربية. لا بس تشوفيها. أنا أول ما شفت الصورة. أول ما تشوفي الصورة بتقولي مغربية. صح، هي هيدا حمص ستيفاني. هي يخني بالحمص، ما في رز. يخني بالحمص، أكيد بينحط مع عدة أنواع من الخضرة، منها اللفت، بيطبخوا اللفت. واللفت من أهم فوائد ستيفاني، هو أكيد من عائلة الملفوف والأرنبيط، فيه مواد كتير مهمة لمكافحة عدة أنواع من السرطان، فيه أكيد جزر، فيه فليفلة بعض الأحيان، ولكن هذا الطبق تيبيكل ل
لمدريد لمدينة مدريد. وما ننسى أنه غني كتير كمان بالألياف لأنه الحمص فيه ألياف فيه حديد فيه كمان فيتامينات. الطبق المهم جدا اللي عادة منطقة فالنسيا معروفة فيها هي بايايا. هلا كمان كل يمكن منطقه بتطبخها لبنان بطريقه بيلفزوها بايلا لانه بتنكتب دبل ال بتنكتب بايلا بس مزهود. هي بيلفزوها لازم تنلفز بايلا بايلا صح ما تفكروا انه نحن ما عم نقدر نلفظها عم نلدغ سو هالطبق هيدا اكيد بيحتوي على ثمار البحر مثل الكريفات مثل السكويد الاكتوبوس كمان بعض المناطق بيحطوا فيها دجاج بيحطوا فيها سوسيسون هلا هالطبق هيدا اهميته انه بيحتوي على نسبه مهمه من ثمار البحر وثمار البحر بتحتوي على الحديد على المغنيسيوم دائما بنفتش على المغنيسيوم بالشوكولا بس كمان ثمار البحر بتحتوي على المغنيسيوم فيه سيلينيوم وزنك سو هالطبق هيدا شو قهوه تاكلي بسرعه الشوكولا الشوكولا بس فينا معليش من وقت لوقت أكيد. نغير على الشوكولا سو هيدا طبق اكيد معروف جدا بمنطقه مدريد واخيرا بدي احكي عن السوب في اكيد الجاسباتشو اللي هي من اهم شوربات البارده اللي معروفه باسبانيا اللي فيها كثير خضره وفيها خاصه بندوره وغنيه بالليكوبين واكيد شوربه الثوم هلا هون ما بعرف قديش رح نحبذ هالنوع من الشوربه يمكن ولكن الثوم فيه فوائد مهمه جدا فاذا بتامل انه هالجوله على المطبخ الاسباني يكون فاد المشاهدين ويعطيهم هيك افكار تاي شو يحضروا اليوم او شو يتروقوا اليوم الصبح ثانك يو ناتالي نرجع نشوفك بكره على الرعد مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف